بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي أعزائي على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بيكم، معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات فود سيفتي سلامة الغذاء. هنستكمل مع بعض إن شاء الله محاضرات الكودكس 2020 وهنتكلم فيها على الجود هيجينيك براكتسز، وهنستكمل مع بعض شابتر 1 الخاص بالممارسات الصحية الجيدة أو الجود هيجينيك براكتسز، وهنستكمل سيكشن 7 اللي هو الكنترول اوف اوبريشن، هناخد الجزء الثاني اللي هو الخاص بالكي اسبيكتس اوف جود هيجينيك براكتسز، ايه الجوانب الاساسيه في الممارسات الصحيه الجيده. هنتكلم على 9 نقط مهمين ركزت عليهم الكودكس كاساس للممارسات الصحيه الجيده، اللي هو تايم اند تمبريتشر كنترول، سبيسيفيك بروسيس ستيبس، الميكروبيولوجيكال فيزيكال كيميكال اند الرجين سبيسيفيكيشن، الميكروبيولوجيكال كونتامينيشن، الفيزيكال كونتامينيشن، الكيميكال كونتامينيشن، الالرجين مانجمنت، الانكومينج ماتيريالز، الباكجينج. يبقى دي يا جماعه الحد الادنى للي بيفكر يطبق الفود سيفتي، ده الحد الادنى الريكويرمنت دي اللي طالبها الكودكس، اللي هو الاساس والمرجعيه لكل مواصفات الفود سيفتي. اول حاجه هنتكلم على التايم والتمبريتشر كنترول. طبعا التايم والتمبريتشر كنترول دول من الحاجات الاساسيه في الصناعات الغذائيه اللي انا محتاجهم في كل المراحل عندي، سواء في عمليات الطبخ، عمليه التبريد، عمليه التجميد، عمليه البروسيسنج المختلفه. والحاجه دي مهمه عشان سلامه المنتج بتاعي، وتتأكد انه تعرض للمعاملات المناسبة في كل مرحلة، لان اي خلل ممكن يؤدي الى فرصة لتكوين السبورز او التحوصل، او ان البكتيريا تنمو بعدد معين ممكن يبقى يؤدي الى عملية تسمم غذائي ويصبح الاكل غير صالح للاستهلاك. يبقى لازم انا عندي نظام جوه المؤسسة بتاعتي يضمن لي ان انا مسيطر على موضوع الحراره والوقت المسموح لكل مرحله حسب طبيعه المنتج، بحيث في الاخر ما يؤثرش على لا يؤثر على سلامه المنتج وملائمته للاستهلاك. طيب وانا بحط البرنامج بتاعي الخاص بالحراره والوقت للمنتج في مرحلة ما من الانتاج، لازم احط في اعتباري اكتر من عامل. اول عامل طبيعة المنتج بتاعي، الووتر اكتيفيتي بتاعته، درجة الحموضة، البي اتش، البوتنشال باثوجينيك مايكرو اورجانيزم او السبويلج مايكرو فلورا، يعني اعرف الدنيا فين بالمنتج بتاع المنتج جاف، هل منتج هاي ريسك، هل لحوم، هل خضروات، الكلام ده كله. تأثير الحرارة والوقت على نمو البكتيريا ووصولها للدنجر زون، الشيلف لايف تأثيرها على الشيلف لايف بتاع المنتج، في منتجات حساسة الشيلف لايف يومين أو ثلاثة أيام، في منتجات لا شهر، في منتجات ست شهور، وهكذا. طرق التعبئة برضو بتروح مأثرة معايا، هل أنا بعبي في تترا باك، هل أنا بعبي في أزايز، هل أنا بعبي في باكيوم، والكلام ده كله. وهل وطبيعة المنتج لي أما ببيعه للكونسيومر، هل أنا ببيع منتج نهائي ريدي تو إيد، المنتج اللي عميل هيفتحه ويأكله، ولا محتاج طبخ أو إعادة تسخين أو بروسيسنج تانية بيخش كرو ماتيريال. يبقى كل العوامل دي بحطها في اعتباري وانا بحدد الكنترول بلان بتاعي الخاص بالوقت والحرارة. طبعا وانا بحط البرنامج بتاعي بيبقى عندي ليميتس، حدود من كذا لكذا، درجة حرارة مثلا 5 بلس او ماينس كذا، او 60 او 80 او 120 بلس او ماينس، الوقت مثلا وكذا. البرنامج ده لازم تعمل له فاليديشن اللي بيزنس ساينتفك بيز، لازم عندك مرجعيه علميه، بتعمل تجارب، بتعمل اختبارات، بحيث ان فعلا البرنامج ده بالحدود المسموحه دي ده يطلع لك منتج امن. خلاص لازم بعد ما تعمل له فاليديشن تعمل له مونيتورنج، لازم يتراقب يتاكد ان الفاليديتد بروجرام اللي انت عامله بيتطبق بشكل جيد، ولا عندك سجلات بتسجل فيها عملية الفيريفيكيشن والكنترول على البرنامج ده، بس تأكد ان الفاليديت بروجرام اللي انت حاطه بيتطبق بشكل مظبوط. المعدات اللي انا بستخدمها
في عمليه المراقبه سواء التايمرز او الثرمومترز، لازم الحاجات دي تبقى كاليبريتد بطرق علميه بحيث اضمن ان القرايه بتاعتي دقيقه، الاكيورسي بتاعتها ايه مظبوطه. بعد كده هنتكلم على specific process steps، خطوات مهمة في العملية الإنتاجية. طبعا احنا هنا بنتكلم الكودكس تكلم بشكل عام ان في بعض الخطوات اثناء العمليات الإنتاجية للمنتجات بشكل عام ليها تأثير مباشر على سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك، زي عملية الطبخ، عملية التبريد، عملية التجميد، عملية التجفيف، عملية الباكجينج. سواء العملية دي في مرحلة من مراحل الإنتاج للخامات الأولية أو الخامات الشبه نهائية أو للمنتج النهائي، فالحاجات دي لازم أحطها في اعتباري. الخطوات دي. النقطة الثانية الكومبوزيشنز بتاع المكونات المنتج نفسه ساعات بقى ليها تأثير على منع نمو البكتيريا، زي مثلا انت بتضيف مواد حافظة مسموح بيها او بتضيف من جنب الانجريدينت حاجات بتشتغل كمواد حافظة بس هي جزء من مكونات المنتج، زي الملح، زي السكر، زي مكسبات طعم، زي الاحماض وهكذا. خلاص، فساعات الحاجات دي بيبقى ليها تأثير على سلامة المنتج، فلازم الحاجات دي تبقى في اعتبارك. فلو جزء من الفورمولا من مكوناتها، مكونات التركيبة بتاعت المنتج بتاعي ليها دور ان هي تحمي المنتج من الفود بورن باثوجينز اللي هي ممكن تؤثر على سلامة المنتج، يبقى لازم الحاجات دي كلها احطها في اعتباري في خطة التحكم بتاعتي عشان اتأكد ان الفورمولا دي مظبوطة وما فيهاش اي خلل، سواء الووتر اكتيفيتي او البي اتش او درجة التجفيف. المكونات كلها اللي انا حطيتها كلها اطمن ان هي محطوطة بالشكل المظبوط، لان دي لها تأثير مباشر على صلاحية المنتج بتاعي. بعد كده هنتكلم على الميكروبيولوجيكال والفيزيكال والكيميكال والانرجين سبيسيفيكيشنز. وانا بحط مواصفات المنتج بتاعي سواء المواصفات الميكروبيولوجية او الفيزيائية او الكيميائية او الحسية. طبعا المواصفات الميكروبيولوجي اللي هو عدد حسب المواصفة طبعا بتاعت البلد، يحط لك فيها مثلا عدد كل البكتيريا المسموح بيها، الايكولاي، الكوليفورم، الكلام ده كله بيحط الحدود المسموح بيها. الفيزيكال بقى من ناحية الشكل والملمس والتكتشرز والعبوات والكلام ده كله. الكيميكال اللي هي درجات الحموضة، البي اتش، المويتشر اكتيفيتي، نسبة الرطوبة او بسميها الووتر اكتيفيتي، الكلام ده كله، نسبة الاملاح، الكلام ده. الالرجينز سواء وجود مسببات حساسية كجزء من الانجريدينت زي بتعمل الشوكولاتة بالبندق مثلا والحاجات دي كلها. طيب وانا بحط السبيسيفيكيشنز دي، اول حاجة لازم ليها مرجعية علمية. ما فيش حاجة في الفود سيتي زي ما اتكلمنا في محاضرات الهاسب اسمها على المزاج. طيب لازم عندك ساينتيفيك بيز، عندك مرجع علمي بترجع له. طبعا الاشتراطات القانونيه اللي في البلد انت شغال فيها ده بتبقى ليها اساس علمي برضه، يبقى انت الليجل ريكويرمنتس مع الساينتفك بيز. عمليه السامبلنج بروسيس، عمليه العينات اللي انت اخذتها وفحصتها ونتائج الفحص والكلام ده كله، طرق التحاليل انت بتستخدم طرق تحليل حديثه معتمده وبتديك نتائج بتاخد عليها قرارات، الاكسبتابل ليميت، الحدود المقبوله، هذه مقبولة وفقا للساينتفك بيس، وفقا للاختبارات، وعملية إجراءات المراقبة والتحكم اللي موجودة. خلاص، يبقى هنا بنتكلم في المواصفات اللي احنا بنحطها وممكن تساعد ان تخلي الخامات الأولية والمكونات مناسبة للإنتاج، وبتساعدنا ان احنا نقلل التلوث للمنتج النهائي للحدود المقبولة بالنسبة لنا. بعد كده هنتكلم على الميكروبيولوجيكال كونتامينيشن او التلوث الميكروب.
طبعا التلوث الميكروبي ده من الحاجات الخطيره، ان انت لازم كمؤسسه لازم عندك نظام جوه الشركه بتاعتك يضمن ان انت بتمنع او بتقلل عمليه التلوث الميكروبي للاكل بتاعك، سواء الخامات الاوليه او المنتج الشبه النهائي والمنتج النهائي. طبعا انت التلوث الميكروبي ممكن بيحصل بطرق مختلفه بتؤدي الى انتقال الميكروبس من مكان اللي هو فيه للمنتج بتاعي، سواء من التلامس المباشر، خامات اوليه بتتحط مع خامات منتج نهائي جاهز للاكل، تلامس غير مباشر عن طريق ان بستخدم ادوات نشتغل على الترابيزه دي فيها خامات اوليه وبشيلها وبحط المنتج النهائي على نفس الترابيزه، وبالذات في الاوتيلات وفي المطاعم الاسطح الملوثه على خطوط الانتاج، عمليه الكليننج مواد النظافه ممكن سواء بس ما غسلتهاش كويس وركنها طول الليل فحصل نمو للبكتيريا، او بستخدمها في اكتر من زون، او من خلال الجو والكلام ده كله، او من خلال الاشخاص طبعا. فبالتالي انا لازم اخد في اعتباري كل النقط دي. من الحاجات المهمه اللي انا باخد بالي منها اللي هي الخامات الاوليه والمنتج الغير معامل حراريا او باي معاملات اخرى كتجفيف او الكلام ده كله، واللي هو لا يعتبر منتج نهائي، يعني زي السوشي ده رو ماتيريال، السمك اللي فيه والكلام ده كله بيعتبر منتج نهائي، لكن انا بتكلم على الرو ماتيريال اللي هي لا تعتبر منتج نهائي، يبقى دي مصادر التلوث، وبالذات زي اللحوم والدواجن والاسماك، وبالتالي لازم افصلها في عمليات التشغيل عن المنتج النهائي. يبقى انا مناطق تجهيز اللحوم والدواجن والاسماك كخامات اوليه او الخضروات وهي جايه والكلام ده كله تبقى في منطقه منفصله عن تحضير والمنتج النهائي بعد الطبخ وبعد التسويه وتعبئته والحاجات دي كلها. الادوات والمعدات لو في ادوات مشتركه يبقى لازم ابقى حريص على عمليه النظافه والتطهير، ولو امكن حسب طبعا الدراسه وحسب فريق الهاسب ما هيشتغل عليها ان هي محتاجه، هل محتاجه تتعقم ولا لا. في بعض الاماكن المنتج بيبقى حساس، في اكتر من اريا، في ناس بيتحضر، في ناس بتستلم، في ناس بتغسل، في ناس كذا، وفي ناس خلاص المنتج بيتطبخ وبيتعبى وهيتقدم للزباين في المطاعم او هيتعمل له باكينج وكاترينج وهنقدمه بره، هنبيعه يعني، هنروح للعملاء والحاجات دي كلها. فالمنطقه دي تبقى حساسه ان ده خلاص ده منتج نهائي هيروح الناس تاكله على طول. في ريستريكشن بقى اريا، ما حدش يخش منطقه التحضير بالضيق بقى بتاعه بالدم باي حاجات كلها ويخش على المنتج النهائي عشان يعمل اي حاجه، يبقى الناس اللي تخش بس هي الناس اللي هي المخصصه للعمل في المناطق دي. لو الدخول في المنطقه دي محتاج ان انت تلبس ملابس واقيه خاصه بيها، حاجات ديسبوزال بلاطي، طواقي، حاجات على الشوز والحاجات دي كلها، وحدات غسيل الايدين والتعقيم بحاجات خاصه بالمنطقه دي، يبقى الدخول للمنطقه دي يبقى ليها ضوابط من ناحيه اللبس ومن ناحيه الـ الوحدات التطهير والتعقيم للنظافه الشخصيه. بعد كده هنتكلم على الفيزيكال كونتامينيشن. الفيزيكال كونتامينيشن هو التلوث بالاجزاء الصلبه، فيزيكال يعني اي حاجه بتشوفها بعينك بتلمسها بايدك بيبقى ليها تاثير، ممكن الانسان يتخنق ويموت لو اكل مسمار او اكل خشب او الحاجات دي كلها، ممكن تسبب له جروح في بقه، في زوره، في الحاجات دي كلها، ممكن يحتاج يعمل عمليه عشان يشيل جسم صلب دخل جسمه، بالذات لو نتكلم في اطفال، يبقى لازم عندي نظام يحكم هذه العمليه، سواء في دخول الخامات الاوليه، سواء في البيرسوناجين، الواحد ما بيبقاش لابس حاجات فيها معادن او كده، او خواتم او حاجات فيها فصوص ممكن تقع في المنتج، ما استخدمش ادوات خشبيه، ما استخدمش ادوات مكسوره، لو بستخدم حاجات لازم تبقى ليها ضوابط، الازاز والبلاستيك والحاجات دي كلها.
بفحص المعدات بتاعتي لو استخدم حاجات فيها ازاز وخشب ومعالق والكلام ده كله، لازم اتاكد ان هي مش ما فيهاش اي كسر او فيها اي خلل. لازم عندي اجهزه في المنتج النهائي طبعا حسب طبيعه الصناعه بتاعتي، بحيث ديتكت الحاجات السوليد دي، سواء الميتال ديتكتور اللي هو بيقيس الفرص والنون فرص المعادن والاستانلس والكلام ده كله، او اللي الاكس راي اللي بتقيس الاذر اوبجكتس زي البلاستيك والخشب والكلام ده كله، او يبقى عندي منخل في مراحل معينه، او عندي مغناطيس، او حاجات كلها حسب طبيعه المنتج بتاعي. عندي سياسه تعامل مع الزجاج، سياسه تعامل مع البلاستيك لو اتكسر، والناس تبقى متدربه تدريب جيد، بحيث لا قدر الله لو حصل الكلام ده كله يبقى في ضوابط حاكمه لهذا الموضوع. بعد كده هنتكلم على الكيميكال كونتامينيشن. الكيميكال كونتامينيشن انواعه كتير، ممكن بيجي من استخدام الكيماويات الخاصه بالتنظيف، ان الصيانه ممكن تستخدم شحوم غير غذائيه على اماكن قريبه من السيور ومناطق وخطوط المكان الانتاج، ممكن يحصل له انه يخرج من مكانه ويروح ملوث المنتج بتاعي. لو الخامات الاوليه جايه من الخضروات والفواكه فيها بقايا مبيدات او بقايا المخصبات، لو اللحوم والدواجن فيها بقايا ادويه بيطريه ومضادات حيويه، كل الكلام ده كله لازم عندي نظام يمنع الحاجات دي كلها حسب القانون البلد فيها وحسب الحدود المسموح بها جوه البلد. يبقى انا مهم جدا انا جوه المصنع بتاعي اي عبوات كيميائيه سواء بستخدمها في مكافحه الافات، بستخدمها في النظافه والتطهير، بستخدمها في الصيانه، الكلام ده كله لازم تبقى معرفه، بتتخزن بشكل امن في اماكن معينه، في ريستريكشنز اي حد يخش ياخد اي حاجه، استخدمها بطريقه امنه بحيث ما يحصلش كونتامينيشن، اهتم بالتركيز، اهتم بعمليه الشطف والتطهير، الصيانه دخلت عملت شغل الصيانه، استخدمت كيميكال، استخدمت الحاجات دي كلها، لازم اتاكد ان عمليه النظافه والتطهير تمت. المكان بتاعي بعد ما بستخدمه بشطف، مكافحه الافات ما بدخلش اي كيماويات جوه خطوط الانتاج، بستخدم حاجات فيزيكال، والناس اللي بيستخدموا الحاجات دي بره مش مينفعوش يخشوا يشتغلوا جوه صالات الانتاج. حاجه تانية اللي الناس بتغفل عنها اللي هي الاضافات الكيماويه اللي بحطها في الاكل، مكسبات الطعم واللون والريحه، ممكن لو استخدمتها بكميات ازيد من الحدود المسموح بيها ممكن تؤدي الى مخاطر على صحة الإنسان، يبقى لازم أعمل كنترول على الكميات اللي أنا بحطها في المنتج بتاعي. بعد كده هنتكلم على نقطة الأليرجين مانجمنت اللي هي حاجات مسببات الحساسية. لازم أنا عندي نظام جوه المؤسسة بتاعتي بيتعامل مع المنتجات اللي هي بطبيعتها مسببة للحساسية، زي المكسرات بأنواعها، السوداني، البيض، اللبن، السمك، المأكولات البحرية، والصويا بين، فول الصويا ومقص، وكل الحاجات المرتبطة بيها. لما بستخدم الحاجات دي كلها كخامات أولية في بعض المنتجات بتاعتي، الحاجات دي كلها لازم أميزها كويس قوي، يبقى ليها أماكن تخزين محددة، أعمل عليها كنترول عند الاستلام أثناء التشغيل وأثناء التخزين، سواء المنتج النهائي أو الريورك، المنتجات لإعادة التشغيل أو الكلام ده كله، يبقى لازم عندي نظام يميز الحاجات دي كلها. وخاصة لو أنا عندي نفس خط الإنتاج بستخدم فيه منتجات ما فيهاش سوداني مثلا، ومنتجات فيها سوداني، أو منتجات ما فيهاش مكسرات ومنتجات فيها مكسرات، يبقى لازم بحط نظام أضمن ان المنتجات دي تحت السيطرة سواء في الاستخدام او التداول او التخزين، بحيث اضمن ان ميحصلش اي تلوث اثناء العملية الانتاجية. طبعا بمنع حتة الكروس كونتاكت، ما استخدمش نفس المعلقة اللي باخد فيها السوداني احطها في السمسم، احطها في الدقيق، احطها في كذا، لا، يبقى الادوات اللي انا بستخدمها يفضل يبقى في ادوات خاصه بيها. لو مضطر استخدم في نفس المكان يبقى انا وقت اقسمها، وقت
ان الصبح مثلا بنجهز الحاجات المسببه للحساسيه، وبعد الظهر بنستخدم الحاجات التانيه، او فيزيكال اعمل بارتيشن كده، اعمل حاجز، الناس دي بتشتغل هنا والناس دي بتشتغل هنا ودول غير دول. لو عندي مشكله في ان انا لازم استخدم نفس الادوات، يبقى عمليه النظافه والتعقيم لازم تبقى فاليديتد وبتطبق بشكل جيد. طيب لو انا مهما عملت في احتمال لو 1% ان حاجة تحصل، يبقى لازم بكتب على المنتج بتاعي نوتيفاي الكاستمر بتاعي ان في احتمال وجود بقايا مكسرات، بقايا سودان، مهما غسلت خط الانتاج او طبيعة الشغل بتاعتي ممكن يبقى في بقايا ممكن تلزق في المنتج بتاعي. الناس اللي شغالة في المواد المسببة للحساسية لازم تاخد تدريب جيد جدا على عليه الانواع واهميه الموضوع وخطورته واجراءات التداول في كل المراحل كلها، بحيث الناس تبقى على وعي ومدربه، عشان هي دي الناس الاساسيه، هي دي اللي شغاله، ودي هي دي اللي انا بعتمد عليها ان هي تمنع حدوث اي تلوث. النقطه اللي بعد كده الخامات، الاستلامات بقى الانكومينج ماتيريالز. طبعا لازم اتاكد ان انا بستلم الخامات الأولية والمكونات الإنتاج كلها يبقى صالحة للاستخدام بتاعي، بستخدمها وفقا للمواصفات اللي أنا بديتها للمشتريات. يعني ينفعش المشتريات تعمل كومبرومايزنج أو تتجاوز عن بعض المواصفات عشان السعر والحاجات دي كلها، يبقى لازم ساعة الاستلام اتأكد ان اول حاجة المشتريات عملت امر الشراء وفقا للمواصفات اللي انا كاتبها، وساعة الاستلام بتأكد ان الدنيا عندي السبلاير ورد لي الحاجة وفقا للمواصفات بتاعتي. لازم عندي نظام للسبلاير اشورنس سيستم، من خلال انا بعمل اوديت على السبلاير او بشترط معاه انه ياخد شهادة معينة او يبعت لي تقارير اوديت شهادة خارجية والحاجات دي كلها. الحاجات اللي بتجيلي الخامات الاولية طبعا كل ده حسب وير ابروبريت، يعني حسب طبيعة المنتج وحسب طبيعة التحليل المخاطر بتاعت لازم افحصها ساعة الاستلام، سواء فحص فيزيائي بشوف العبوات، بشوف درجات الحرارة، بشوف تاريخ الصلاحية، بشوف ان العربية نظيفة، ما فيش اي احتمال تلوث، ما فيش قطع في العبوات، الكلام ده كله. لو ظروف مسامحة ان انا اعمل اختبارات معملية عندي، او بخلي السبلاير يجيب لي شهادة تحاليل من عنده. كل الحاجات دي كلها لازم تبقى في منظومة متكاملة بتتعامل مع الخامات الاولية، من اول وجود مواصفات لعملية الشراء، لعملية اختيار الموردين طبعا ومراقبة أدائهم، لعملية استلام الحاجات عندي في المخازن وعملية الفحص بشكل أو بآخر. والآخر لازم عندي وثائق كاملة بتقول لي إن أنا السيستم بتاعي ده فعال. طبعا ما ننساش طبعا عملية التداول جوه المخازن والجود ستورج براكتس والستوك روتيشن، وان انا فيرست ان فيرست اوت او فيرست اكسباير فيرست اوت، بحيث اضمن على طول ان المنتج ممكن استلم منتج كويس، لكن عمليه تخزينه والتداول بتاعته بتفسد المنتج، فكل الكلام ده لازم احطه في اعتباري. اخر نقطه هنتكلم على الباكجينج. الباكجينج من الحاجات المهمه في الصناعات الغذائيه من ناحيه التصميم، ان لازم التصميم يبقى مناسب للمنتج بتاعه ويبقاش مصدر نفسه من مصادر التلوث. مواصفات الباكجينج نفسه سواء السمك، الماده، بتعمل حاجه اسمها اختبار الهجره او مايجريشن تيست، ان ما يتفاعلش مع المنتج بتاعي. لما بستخدم بعض الغازات زي النيتروجين زي الكربون دايوكسيد الحاجات دي كلها، لازم اتاكد ان هي امنه، الدوز اللي بحطها في الحدود اللي المسموح بيها. لو انا بعيد استخدام الباكجينج التاني زي بعض المحطات، بعض مثلا الشركات اللي بتقدم عصاير في ازايز، وازايز دي بتغسلها تاني وبتستخدمها في الفنادق مثلا، كلنا بنشرب من نفس الكوبايات وتروح تتغسل وترجع تاني، فنفس الكوبايه 100 عميل بيشربها جوه الفندق، ان هو بيستخدم نفس الكوبايات، نفس الاطباق، نفس المعالق، كلنا بنستخدم نفس الحاجات دي كلها.
فالحاجات دي كلها لازم تعمل عليها كنترول، عمليه الغسيل والتعقيم والتطهير والكلام ده كله، تحس تبقاش مصدر من مصادر التلوث. وبكده يبقى احنا انهينا الجزء الثاني من الاوبريشنز، اتمنى ان تكونوا استفدتوا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه الجزء الثالث من الكنترول اوبريشن. اي حد ليه سؤال يكتبوا لي في التعليقات، ونشوفكم على خير. معكم ايمي ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.